مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. قصه اللي غتبكيكم اليوم عنوانها الحب الصادق والوفاء، من زوجه اللي مسكينه مصابه بداء السرطان، فقدات الثدي ديالها الايمن. كل نهار كدير عمليه، عاد درت عمليه على المراره، كتعيش واحد الظروف صعيبه، كدير مسكينه غير الميناج ومكرفصه في الدار ديالها. شوفوا ليكوش، شوفوا الحاله. من بعد ما الزوج ديالها مسكين تصاب بمرض السكري والضغط، يعني الطونسيو كيف ما كنقولوا، وتشلل النصف ديالو على الكريريسه ديالو مسكين. فرقم التليفون ديال ام فاطمه خليته لكم في هذا اللايف مشاهدينا. الله يجازيكم بالف خير، الله يرحم لكم بها الوالدين. نبغيكم كاملين تتصلوا بها وتعاونوا على القصه ديالها، لانه ما بغاتش تسمح في راجلها، وبالرغم من انها مريضه وحالتها يرتلها، الا وانها كتمشي مسكينه تضرب الجفاف على قلبها باش تقدر تجيب لقمه العيش للزوج ديالها ووليداتها. فاليوم اي واحد شاف هذا اللايف يعني احترمنا وجهه نظر ديالها، لان ما بغاتش تبان، لانه العائله والاصدقاء وكيف كانت مسكينه وكيف ولات. فاليوم غادي توجه نداء لخوتها المحسنين باش يوقفوا معها. ما تبكيش ابا، ما تبكيش، دابا يكون غير خير ان شاء الله. واخا امي فاطمه ما تبكيش، وعاودي ليا القصه ديالك انت والزوج ديالك، كيفاش كنتوا عايشين، واش كنتوا شي نهار كتوقعوا هاد العيشه هذه؟ بنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت عيشتنا طيبة، تم تصبت بالسرطان وراجلي تعصب لعلي فانسيو، قلت ما تشوفوا بالحالة كيفاش دايرة، وما سمعتش بيه على وجه الله والدم، وانا ماشي في الدارة مشيت كنضرب في الجفاف وكنطلب في عباد الله باش كيعاونوني، فوطاك وفراشو وليكوش ديالو. لا اله الا محمد رسول الله. ما لقيت لا حنين لا رحيم، دابا خارج لي الترويض وما كناخدش لي الدوا ديالو، خارج لي 14000 ريال في الشهر، ما لقيتش باش نجيب لي، ما لقيت لي من اليسرى. الحمد لله والشكر لله، انا ميا مرض الصرع ومرض السرطان، بلا حيت المرارة وخرجت كنضرب في الجفاف، رغم ممنوع عليا العمل والثقل، راكم عارفين السرطان في الثدي هيبات 9 سنين دابا باش حيدته، ملي شت راجلي مرض وطاح ونهرب الله، كنطلب الله يشوف بنت حالتي، مكاينش شي محسنين يعاونوني، دبركت انا نقابل ولا مسكين كنسد عليه وكنخرج كان غالي عب بحدو، كنمشي نضرب الجفاف كنجي كنلقى حالته اللي يرتلها حوايجه موسخين، ما قدرتش نقول لكم شي حوايج، لان رغم المشاهدين كيشوفوا ما قدرتش. يعني مسكين ليكوش مكرفص معاه، ليكوش وكيدير يدو في ليكوش وكيوسخ يديك داكشي، كنجي عاد كنصب لي وكنغسل لي وكنوكل ونشربو، وما لقيت لي من الله يسر. الله يرحم لكم الوالدين، ساعدوني باش نبقى غير حداه، بعدا تلا دار شي حاجه نبقى حداه، انا وكلو مسكين ونشربو ونبدل لي ونهتني بيا، انا مزوقه فيكم. كي كان صحيحته مسكين لكم الوالدين في الاول، كي كان معاك امي فاطمه؟ كان كنا 10 طيبه، وما كانتش 10 طيبه ما نبقاش معاه، كان لعو كيعومني، كان تنصاب ويصب لي حوايجي ها هو كيسمع، وانا ملوحوش ونمشي نسعى ونجيب لي وملوحوش. يعني ملي كنتي مريضه كان هازك؟ كان هازني، كان مسكين يطيب لي حتى من العوم، كان يعومني ويعوم الدراري، كان نوض كنلقى الحوايج مصبنين والفطور طيب، حتى تصاب مسكينه وشد الفراش لغرض الله. لا اله الا محمد رسول الله. ما لا اله الا الله. مسكين كيجلس مره كيبقى يبكي، لا ما كيجلس، لا جلس كنشدو باش نوكلو ونشربو، حتى لا خليتو جالس بوحدو كيطيح تيشد شي الوزن ديالو، حتى كنوقفو في داك القمت ونلكيني مسند من وقت ومسند من وقت باش كيبقى مسكين شاد البركه شويه، ما كنلقى انا من يبدل ليا ليلى من يعاونني عليا، انا ما تنقدرش نهزو، ما مسكين طاح طاح تقيل، ما
كتلزو حتى كتحركو. لحنين الله رحيم ما كيطلع لكم تحت. ما كاينش سي والله سبحانه وتعالى ما كاينش. حتى واحد ما كيطلع ليه راه كلشي عندهم ماشي ما عندهمش. كون يديروا لي غير 100 درهم السيمانه الواحد كون انا بالك مقابله كاع ما نخرج نضرب الجفاف وعارفين حالتي كيفاش دايره. الحاله ضعيفه الحال الحمد لله. دابا كتخرقيه وتغطيه وتخرجي تخدمي. كنخرقو ونغطي مسكين ونوكلو ونسد عليه الباب كنخاف عليه يدخل عليا شي حد وما تعرفي. كنسد عليه الباب كنطفي الضو كنخرج كنمشي نخدم من 7 الصباح ما كنجي حتى للجوج ونهار كندخل مع الجوج ما تنجي حتى ل11 ونص ديال الليل. راكم عارفين خدمة القهوة والميناج تا كيخرج كلشي مثالي. عاد كنجمع الماء نغسلهم وكنجففها وكنخرج الصباح تاني كنصبح مع 7 كيبقى مسكين بوحدو ما كيلقاش من يمد ليه حتى كاس ديال الماء وما تيقدش يشرب بوحدو. انا خليته كنلقى مدفقو عليه كامل فازك وكنخلي حدا لاجاج لا حتى حاجه تيجي الطابله خاويه. واش كتمني اليوم من قلبك امي فاطمه؟ نطلب الله من المحسنين ومنكم انتم الله يخلصكم الله يجزيكم بخير عاونوني على هذا المخلوق حتى نتوما ما عرفنا شكون اللي سابق. صافي اسكت. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي اسكت. الغالب الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله ما عندنا من ندير امر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا هذه القصه اللي داك الدواء ديال الصرع كيناعسني حدي 3 حبات في النهار هبه الصباح وجوج في الليل. اش كتشربي دي باكي؟ قربي الميكرو عندك ام فاطمه. انا كنطلب منكم ومن الله سبحانه وتعالى عاونوني عليه الدواء ومن كل شيء باش نبرك نقابلو ما نخرجش نخليه بوحدو. انا مزوقه فيكم وفي الله سبحانه وتعالى والله يخلصكم جميعا الله يرحم لكم الوالدين ما تتهلاوش عليا. انا مزوقه فيكم ومزوقه في الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله الحمد لله. واخا امي فاطمه مشاهدينا درت لكم رقم التليفون ديال امي فاطمه في هذا اللايف الله يجزيكم بخير حاولوا تعاونوا. هو راه ما كيفهم وانا مسكين غير كيبقى يبكي ماشي كتهضر حدا كتاثر على النفسيه لانه كيبقى مسكين غير كيبكي. كنتمنى انه اي واحد شاف الفيديو